السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تالتة ثانوي، بعد ما خلصنا شرح 50 فكرة الامتحان إن شاء الله مش هيخرج منهم، هنبدأ بقى في حل ليالي الامتحان اللي نزلتها الكتب الخارجية. كتاب ميرسي نزل ليلة امتحان ممتازة، وكتاب برافو، وكتاب جينيال، وهكذا. هنحلهم كلهم عشان زي ما وعدتك إن شاء الله هوصلك لباب اللجنة جاهز لأي سؤال، وبإذن الله عشمان في ربنا إنك تطلع من الامتحان مبسوط. طيب، المطلوب منك في الأول إنك تعمل إيه؟ لازم تحل ليالي الامتحان دي الأول مع نفسك. تحلها، تراجعها، فيها اهم الكلمات، فيها مراجعه سريعه على المنهج كله، وبعد كده فيها تمارين. انت التمارين دي حلها الاول وبعد كده راجعها معايا. لو انت مش قادر تنزل الملف ده PDF يبقى تكلمني، تتواصل معايا على رقم 0100 49 47 216، وانا هبعت لك الملف PDF الاول، وبعد كده تراجع الحل من خلال الفيديوهات اللي هتنزل. نبدا بحل ليله امتحان كتاب ميرسي. كتاب ميرسي بيبدا باهم الكلمات، بس خلي بالك دلوقتي مراجعة الكلمات غير وقت الشرح. انت تعمل ايه دلوقتي عشان تراجع بسرعة؟ تدرب الكلمة بالعربي كده ونشوف الكلمة دي انت عارف معناها ولا لا. لو عارف معناها يبقى خلاص، مش عارف معناها تحفظها من جديد. تمام؟ دي أهم كلمات الوحدة الأولى، وبعد كده دي أهم كلمات الوحدة الثانية، كده يبقى نص منهج تمام. وبعد كده دي أهم كلمات الوحدة الثالثة، وبعد كده تبدا كلمات الوحده الرابعه والمراجعه. المراجعه بصراحه كتاب عامل حاجه كويسه، شارحها بالقاعده بالملحوظه المهمه، وجايب تمارين وحللها لان لونها مختلف. شوف هتلاقي اللون مختلف هنا، مثلا اللحمه مؤنث اهو، فبيقول لك انها لا، يعني كل حاجه هنا وافيه بصراحه، يعني الامتحان شامله وممتازه. كل ده مشروح، نبدا بقى نروح لايه؟ للحل بتاعنا. يلا بينا. خلي بالكم يا جماعه، كتاب ميرسي عامل حاجه حلوه جدا، ما جابش الاسئله الشامله كلها مره واحده، لا، جايب على كل وحده. ده معناه انه مركز قوي في الاسئله. يعني عندنا بنك اسئله في الوحده الاولى، وبعد كده بنك اسئله خاصه بالوحده الثانيه، الثالثه، الرابعه، وهكذا. ودي حلوه جدا. يلا نبدا بقى في حل اسئله الوحده الاولى، ونبدا بالمواقف، لان احنا زي ما متعودين قلنا الوسائل بتعتمد على حفظ الكلمات وبتاخد وقت شويه، فاحنا عايزين نحفظ كلام كويس وبعد كده نركز على حل المواقف والقواعد. يلا نبدا مع بعضينا في حل المواقف. Votre ami français vous demande quel sport nautique vous pratiquez. Qu'est-ce que vous dites? صاحبك الفرنسي سالك اي رياضه مائيه بتمارس. فين المائي هنا؟ المائيه جو براتيك لو كيت سيرف، ركوب الامواج. اثنين، بتسال صاحبك الفرنسي عن المعدات الضروريه، المعدات الضروريه عشان تلعب تنس الريشة. تنس الريشة دايما تدور على فولانت، اهي فولان، كرة الريشة وراكيت مضرب. ثلاثة، تسأل صاحبك او ان فيدو لسكالاد، اين يمارس التسلق؟ في الجبل طبعا، على مونتاني، مونتاني في الجبل. أربعة، فو دوماندي افو تخاميس اون كو سبورتيف، تسأله عن ميوله الرياضية. هو هيقول ايه؟ فين الميول الرياضية هنا؟ الأولى، رمي السهام. خمسة، vous exprimez votre avis sur un sport extrême، بتعبر عن رأيك في رياضة خطيرة. هتقولي رأيك في رياضة خطيرة. l'escalade c'est motivant، التسلق إنه محفز. ستة، أنت ضد، contre يعني ضد، in proposition اقتراح أو فكرة. هتقولي مادام ضدها يبقى تقول نو جو بو با، ما أقدرش. سبعة، بتقترح على صاحبك الذهاب للاستاد، هتقول ايه؟ اون فاو ستاد، ساكودي، ما تيجي نروح الاستاد، ايه رأيك؟ تمانية، صاحبك سألك عن مكان التدريب، انت هتقول ايه؟ مكانه، سي سيور لو تيران دو ستاد، انه على أرض الملعب بتاع الاستاد. تسعة، تسأل صاحبك عن ريزولتات، كلمة مهمة جدا، معناها نتيجة، نتيجة الماتش. هيقول ايه؟ كلمة نيل، لازم تعرف كلمة نيل دي معناها تعادل سلبي. كلمة نيل يعني تعادل سلبي، حتى لو ما قالش 0-0 هي كلمة نيل لوحدها معناها 0-0. 10، صاحبك الفرنسي سألك لو دي التابلان سيكوا، الطيران الشراعي بيكون ايه؟ فأنت هتقول له نشاط
خطير طبعا اكتيفيتي دانجيروز يعني نشاط خطير الاولى. بعد كده 11 سي كوا لا فورميل 1 ايه هو سباق السيارات؟ دور على السيارات اهي سي سيتين كورس دو فاتور انه سباق سيارات. 12 المدرب بيعمل ايه؟ المدرب المي ان بلان دي جو يضع خطه اللعب تمام. بتسال صاحبك ما الحكم بيعمل ايه؟ الحكم بيحكم الجيج اماتش دو فوتبول يحكم المباراه. اللي بعد كده بتسال صاحبك عن الزي المثالي للجودو دور على كيمونو اهي كيمونو كيمونو. 15 بتسال صاحبك لو دي بي بي ماتش عن بدايه المباراه البدايه تبقى اكيلو الساعه كام هيبدا الماتش. بعد كده بتسال صاحبك الفرنسي عن اوغير مواعيد التدريب. مواعيد التدريب ركز معايا بقى هنا عشان الاجابه تبقى كامله. الاولى كام ساعه بتتدرب؟ لا ده كده مش معايا، ده التدريب اهو، التدريب 6 كيلو، التدريب الساعه كام؟ تمام. بعد كده بتوضح خط السير للمار ان بيرسون بيردي يعني شخص تائه عشان يروح الاستاد هتقول له ايه؟ كونتينيو تو دوا يعني امشي او استمر على طول. 18 بتسال صاحبك سون سبور بريفري الرياضه المفضله هو هيقول ايه؟ الرياضه المفضله جو في ليميتاسيون امارس الفروسيه اللي هي بيه. 19 بتعبر عن اوبليجاسيون افتكر لما شرحناها في التدريب في الشرح 50 فكره قلنا دور على كلمه دوا تي دوا يجب انك تمارس الرياضه. 20 تعطي رايك في رياضات الفريق كلمه سبورت دي كده يعني رياضات الفريق يعني رياضات جماعيه رايك فيها ايه؟ رياضه طبعا الفوتبول سي سي بير يعني الفوتبول انه رياضه رائعه يبقى الاولى. 21 تعطي نصيحه لصاحبك الفرنسي لكي يكسب مباراه ما تمررش الكرة طب ازاي هنخسر؟ انتغين توا بيان يعني اتدرب كويس اتدرب كويس تمام. نروح بقى للجرامير الاهات ايه اللي بياخد الاهات؟ فعل جوي تمام نكبر شويه. 2 ايه اللي بياخد الدهات؟ فعل فعل. 3 اللي بياخد معرفة أفعال اليولو براتيكي براتيكون خلي بالك أنا وأنا بحل بشوف التصريف مظبوط أهو. 4 لما يجي فعل ورا بعضهم كل ده قلناه بفضل الله في الأفكار فير ماليش دعوة بده فير بياخد الدوهات يبقى الدو إلى بوست. 5 جوي عايزة لهات وبيتانك مؤنث يبقى لا. 6 معرفة واليوجا حرف ساكن يبقى لو. 7 دلتا بلان مذكر يبقى الاولى دلتا بلان جت السنه اللي فاتت على فكره. 8 تيغالاب مذكر يبقى الاولى. نروح للرقم 9 9 نافيه يبقى الاخيره. 10 جوي لا يتأثر بالنفي كده كده هتاخد الأهات مع الرياضات يبقى التالتة بس مذكر. 11 الميول ما المعرفة تأثرش يبقى هتاخد الأولى معرفة زي ما هي. 12 تي عايزة تي يبقى هنا تو دي مع الاثنين دول وسوف عايزة مصدر يبقى التانية. 13 هنا ليزانفون يعني هما يبقى ناخد فون. 14 تو ليمون تساوي ايل يبقى دوا. 15 كي تساوي ايل يبقى الثانيه. 16 لانترينور المدرب نقط اللاعبين ما اقدرش اقول يتدرب اللاعبين يبقى يدرب اللاعبين الاولى انتغين تمام. احنا وصلنا لحد فين كده؟ 17
17 اكيب مؤنث مبدوع متحرك، يبقى كده مذكر مفيش غير تون. 18 المضرب ملكا لعلي، يعني ملكا ليه هو، اول المضرب مؤنث يبقى نستبعد سن. ما طاسة علي يعني هو، يبقى ناخد صاكة مضربه هو. 19 دي ده العجل بتاع اصحابي، العجل جمع، يبقى نستبعد دي، يا دي يا دي يا دي، عجل ده مين؟ اصحابي جمع، تبقى الأخيرة لوغ. 20 انترينوز مدربة متحرك، كأنها ساكن مفيش غير واحدة بس، مون. تمارين حلوة حلوة حلوة. 21 ده سؤال بقى، سؤال لازم تعجبني، الكرة دي بتاعتك؟ ايوه سيمون بالون، انها كرتي. 22 هنا ابص على الراجل الاول، جمع ما عنديش غير دي بس، شوف الموضوع سهل ازاي. الكلمه اللي بعد النقط هي الاساس. 23 فواتير مفرد مؤنث، مفيش غير دي لو، لان انا حافظ الجدول كويس، ما قلت لك احفظ الجدول العمودي زي ما قلت لك في الافكار. 24 دانيال امر مع انت، يبقى الاولى حل السحر يبقى فراس. 25 ده زود امرين، حل السحر ايه؟ مستبعد، مستبعد اهي عشان بكلم واحده بس، يبقى انت غير توا. 25 من في قبل، من في قبل يبقى الاولى، الأولى. 26 أصحابي أمر معفون، دور على خلا أزد، يبقى الأولى. 27 غيبوس توا، بكلم واحد بس لأن التو تحول لتوا في حالة الزود منين؟ في الإثبات. 28 28 امر مع مين؟ مع انت، ادور على اخر حرف الاو اهي، يبقى هي دي. 29 مسيو احترام، جي فو كونسي، انصح حضرتك. 30 اتكلم، اتكلم يبقى بكلم واحد بس، انا سامع، جي تي كود بيان، انا اسمعك جيدا. اوعى لو جات لك مي هنا تاخدها وتقول جي تاخد مو، تاخد مو في تفزودة مليئة، انما هنا عايز ضمير مفعول عادي لان انا بقول انا بسمعك. 31 دارين اي جونتي، دارين لطيفه. انا احضر الزهوره اليها، لوي. 32 اشتريت، طبعا الوالدين عاقل وفعل يشتري منهم، يبقى لوغ. 33 منى عاقل فعل يقترح منهم، يبقى لوي. 34 منى مي عاقل وشرحت خط السير اليه، يشرح من ضمن الافعال، يبقى لوي. ده انا لحد الحل السحري، اللي مش واخد باله يرجع لفيديو الشرح يعرف يعني ايه حل سحري. 35 المضرب غير عاقل، بس غير عاقل بناخد لا سنه ثانيه عشان مؤنث. لا. 36 سلفني، بغيت موا سلفني. 37 الكيمونو، الكيمونو غير عاقل، ناخد بتوع سنة ثانية، مذكر يبقى الأخيرة لو. 38 الغابة مكان، لا ركز معايا بقى، حلو السؤال ده، جميل جميل جميل. حد يقول الغابة مكان؟ لو كان في جريد هنا مثلا كنا خدناها ولا لا؟ لأن أنا ما قلتش أذهب إليها، ده أنا بقول برسمها. الجريد تحل محل مكان يقبل حرف جر، عايز حرف جر زي يذهب إليه، يرحل، يسافر، انما برسمها. يبقى تتعامل بقى هنا كانها غير عاقل، غير عاقل ناخد بتوع سنه ثانيه، يبقى لا. 39 ده سؤال مثبت، يا جماعه المثبت اجابته يا وي يا نو، اوعى تاخد سي، من كتر ما انت بتحل سي 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 سي، لا تاخد سي، لا وي يا نو. طيب انت بتحب تنزل ريشه؟ احنا بنحب هذه الرياضه، يبقى وي. طيب مثبت برضه، بتلعب تنس ريشه؟ بنلعب كورة، يبقى نو. التمارين بصراحة حلوة عجباني جدا. 41 سؤال منفي، بس منفي يا سي يا نو، حل السحر، شيل يابا، هتروح الاستاد، هروح السينما، المعنى ما استفهمش، تبقى نو. سؤال منفي، شيل يابا،
هتروح دلاج، هنروح دلاج سي. 43 شيل النفي، بتعرف التزحلق؟ بعرف التزحلق. على فكره هو ديستي هي في الدوستيه بعينها، يبقى بمعنى استقام يبقى سي. 44 شيل النفي، هتخرج؟ هقعد في البيت، بمعنى ما استقامش يبقى نو. صراحه الكتاب بيدربك على كل انواع الاسئله. البوكس مؤنث يبقى التاني. حلو، لازم اجيب بعدها الجمله دي. البوكس بيكون سبو مذكر، سبو مذكر. هنا نقط جنب سبو على طول، يبقى هنا ناخد الاولى يو نوت. طيب لا احنا شاورنا غلط، معلش. 47 البوكس يكون اون ذا سبوت، يعني واحد من الرياضات. شوفوا قلنا يا جماعه مذكره، ها مذكره عشان سبور مذكر، دايما ناخد واحد واحده بناء على الكلمه اللي بعديها. سبور جمع مذكر تبقى التالته. سبعة واربعين التالتة اللي هي دي بقى، التالتة اللي هي دي، ركز يا ميسو. 48 سي، بعد سي مفرد مذكر بالأولى. 49 بالون مذكر الأولى. 50 إكيب مؤنث التالتة. 51 اكتيفيتي مؤنث التالتة، الكلمات اللي جايبها دي بتيجي في امتحانات. اندرونوز مؤنث يبقى الأخيرة. 53 سبور جمع مذكر التالتة. 54 اوتيل، اوتيل يعني معدات الباتيناج، مذكر جمع مذكر طبعا تبقى الأخيرة. 55 اكويبمون جمع مذكر تبقى التالتة. 56 تشيني مؤنث تبقى التانية. طيب 57 كومونس يبدأ الماتش، أكيد أكيلور الساعة كام يبدأ الماتش. 58 يحكم المباراة، أكيد كي من يحكم المباراة. 59 الرافتنج سيكوا بيكون إيه الأولى. 60 تون كومبيان دو تون، يعني كم من الوقت بتتدرب. 61 لو سبور إيه، طبعا هنا الاوتيل يعني مفيد صفه، يبقى تغي اوتيل الصفه بناخد قبلها كلمه تغي. دي الايميلات والموضوعات، جايب لك الايميلين المتوقعين او يعني يعتبر هو ايميل اهو، ايميلين ومثلا ثلاث موضوعات. نبدا بقى في الوحده الكام الثانيه. اسئله الوحده الثانيه زي ما احنا متعودين بنشيل مش بنحل الوثائق توفيرا لوقتكم ونروح للموقف. ركزوا معايا، الموقف الأول. تسأل صاحبك عن الوجبة المهمة أثناء النهار، هيقول إيه؟ سيلو دو جيني، إنه الغداء. اتنين، ساعة الغداء. أنت هتقول إيه؟ ساعة الغداء، الساعة. يبقى ستة كاتورز الساعة 14. ثلاثة، صاحبك سألك سيكولو باتيسيفي، الحلواني بيعمل إيه؟ كاسكو فوديت، هتقول ايه انت؟ البريبير دو ديسار، بيحضر الحلويات. أربعة، فوز انفيتي فوتر امي اتوندر لو ديجيني، بتدعو صاحبك لتناول الغداء. لتناول الغداء، هتقول له ايه؟ تعالى زور مدينتي ادعوك، ايه رأيك تتغدى معايا؟ اللي هي سي. تمام، ايه رأيك تتغدى معايا؟ خمسة، تسأل صاحبك الفرنسي عن المهام المنزلية المفضلة. صاحبتك الفرنسية، طيب هي هتقول ايه؟ المهام المنزلية، مهام منزلية بالأخيرة، جو في لا فيسال، بغسل المواعين. ستة، تسأل صاحبك عن بواسون بريفيري، المشروب المفضل. يبقى تقول له كاستي ان بواغ، ماذا تحب أن تشرب؟ سبعة، أين نشتري السمك؟ السمك، أين نشتري السمك؟ يبقى تقول له فا أو سوبر مارشي، روح السوبر ماركت. 8 ماذا ياكل في الغداء؟ اول ما تشوف كلمه سيكو، سيكو في النوم تخليها بلازي،
ما الذي ناكله في الغداء؟ اكيد بات مكرونه. 9 vous demandez au vendeur le prix d'un fruit. انت بتسال بائع عن سعر فاكهه. بتسال بائع عن سعر الفاكهه، هتقول له ايه؟ سعر الفاكهه يبقى كومبيان كوت ان كيلو دو فريز؟ كم يكلف كيلو الفراوله؟ 10 بتسال صاحبك عن النومبر، عدد الوجبات اليوميه، عددهم. جو برون تخوا روبا بار جور، عندي بتناول 3 وجبات في اليوم. 11 بتوصل السوبر ماركت الجديد، هتقول ايه؟ إلي بيان رانجي، إنه منظم جيدا. خلي بالك، توصل السوبر ماركت الحي السكني، ما تستعجلش أنت وتقول الحي السكني كذا، أنت بتوصل السوبر ماركت مش الحي السكني. 12 بتسأل عن الميول الغذائية، هتقول إيه الميول الغذائية؟ كيل بلا إيمتي؟ أي الأطباق تفضل؟ 13 vous vous informez sur la recette d'un dessert. تستعلم عن الوصفة بتاعت حلوة، الوصفة بتاعت حلوة. يبقى quels sont les ingrédients؟ ما هي المكونات؟ لا، يبقى quelle est la recette de gâteau؟ ما هي وصفة الجاتو؟ 14 pourquoi vous allez au supermarché؟ ليه رحت السوبر ماركت؟ ليه بتروح السوبر ماركت؟ عشان faire les courses، تتسوق. تسأل صاحبك عن عدد الأقسام بتاعة السوبر ماركت، هو هيقول إيه؟ هيقول إليه إليا ست رايون ديفيرون، يعني يوجد 7 أقسام مختلفة. صاحبك سألك بوتر ريسور بريفيري أبري لو روبا كاسك فوديت، سألك عن الحلوى المفضلة بعد الوجبة، هتقول إيه؟ بعد ما جو مانش دو جاتو، باكل جاتو. 17 البيع سألك عن الكمية بتاع الفاكهة، أنت هتقول إيه؟ بتاعت الفاكهة. يبقى 3 كيلو دو فريز، 3 كيلو فراولة. 18 بتسأل بقى عن بري دون ديسار، سعر حلوة. سعر حلوة هو هيرد يقول سي 15 يورو، 15 يورو. 19 بتسأل صاحبك عن جلاس بريفيري، يعني الايس كريم المفضل. انت هتقول له ايه؟ يعني الطعم ايه بمعنى اصح؟ انت هتسأل تقول ايه؟ اي طعم من الايس كريم تحب؟ تمام، هي دي يبقى الاولى. 20 عايز تشتري زبادي، والدتك هتقول لك ايه؟ زبادي بتقول لك فا او رايون برودوي لاتيير، روح قسم منتجات الالبان. نروح للقواعد. 1 نوع زو الناس الاولى. 2 لي زانفون هم، يبقى ايه لابيك اس الثانيه الاونيتي. 3 أونس أو إل، يبقى التالتة مانج. 4 كولي موند، الأخيرة دوا. 5 الوجبات بتاخد أو. 6 صلاة مؤنث دو لا. 7 نفي، تبقى التالتة. 8 فياند مؤنث، الأخيرة. 9 زبادي مذكر، التانية. تمام؟ نروح لرقم 10 كونفتور مؤنث الثالثة. 11 الزبادي مذكر الأولى. 12 هنا فعل ميول مشروب النعناع مذكر الأخيرة. 13 أنا بحب آكل شوكولاتة، هنا بحب آكل شوكولاتة يبقى شوكولاتة مذكر الأولى. بواسون السمك مذكر الثانية، فعل ميول عايز معرفة. فير لا كويزين، اوعى تقول هنا اخد الدهات، لان فير لا كويزين تركيبه معناها يطبخ، فير لولي يرتب السرير تركيبه، فير لا فيسيل يغسل المواعين. 16 الوجبه تنفع مفرد وجمع، هنا الفعل مفرد يبقى السور الاولى. 17 هنا سونت تبقى الاخيره. 18 اليمون مذكر مبدوء متحرك ست. ست اللي هي دي. بواسون مؤنث مشروب التالتة عشان دي خفيفة. ريسيت مؤنث التالتة. 21 لجيم مذكر الأولى. 22
الطعم ياخد الاهات والفانيليا مهنسه يبقى لا. 23 السوبر ماركت او السوق مذكر الى اخره. 24 كومبيان فو، هنا ركز دي مهمه جدا. كومبيان بتاخد دو، واي حاجه بتاخد دو هذه بضمير الشخص بتاعها ايه؟ اون. 25 مون بي ام لو كافيه، اكل وشرب يبقى ايه؟ اون. مالناش دعوه بفعل الميول عشان فعل الميول ما جاش هنا. ما جاش هنا يبقى ناخد اون عادي. نفس الكلام مكرونه اكل وشرب وفي كميه في الاخر يبقى الاجابه تبقى اون. 27 هنا فير، فير بتاخد الدوهات يبقى اون. 28 فعل فير نفس الكلام ياخد الدوهات يبقى اون. انا ليه دعوه بالجمله الثانيه؟ ماليش دعوه بالجمله الايه؟ الاولانيه. 29 بقى جاي لي فعل ميول، يبقى هنا ناخد معرفه يبقى شبه المعرفه يعني لا. 30 اون طبعا عشان في بوكو. 31 بوكو عايز ظرف، دي ظرف كميه بوكو دو الثالثه. 32 كيلو ظرف كميه يبقى برضه دو او ده اصطرف يبقى ده اصطرف. 33 اسي ظرف كميه يبقى برضه دو. 34 جلاس مؤنث يبقى شير الثانيه. 35 مقارنه مفيش كرو، ناخد احنا اللي فيها المقارنه بيني وبين اختي يبقى ناخد اللي فيها كرو اللي هي الثالثه. طيب اسم الكرو ناخد اللي فيها دو اللي هي دي الثانيه. 37 صفر كو مفيش، مفيش يبقى الاولى والسي. 38 برودوي جمع مذكر يبقى الاخيره. 39 سي بعدها مفرد مذكر الاولى. 40 عطشان تعبيرات شعور تاخد افوار الاخيره. 41 اليمون جمع مذكر الثالثه. 42 ديسار جمع مذكر هنا مفرد، مفرد مذكر الاولى. 43 ايس كريم مؤنث الثانيه. 44 سون لي غاليون جمع مذكر الاولى. 45 بارفان جمع مذكر الاولى. 46 غوبا جمع مذكر هنا كومبيان دو كم عدد الوجبات بتتناولها يوميا. 47 الكوانتيتي كميه مؤنثه يبقى ناخد الثانيه. 48 48 باسكي طبعا هنا باسكي معناها لان يبقى بوكوا لماذا. 49 الساعة كذا يبقى ساعة يبقى عايزين الساعة كام؟ اكيلور. 50 في الغداء انا باكل كثيرا من الخضار الاخيرة. 51 في الغداء باكل كتير يبقى بوكو. 52 نشرب السي عايز ادو السيدو في متحرك يبقى السيدو الثالثة ما يكفي من المياه. 53 أنا باكل كثيرا في الغداء، ما ينفعش كثير من الغداء تمشي ازاي دي؟ شوف عليها نجمة بيقول لك ركز عليها. آكل كثيرا في الغداء الأولى جملة حلوة. 54 نادية جعانة، أنا أعطيت سندوتش ليها، نادية عاكل والفعل دلوقتي موجود يبقى الوي. 55 أمر مع أنت يبقى الأولى اللي آخرها حرف الأو. 56 لو انت عطشان اشتري الثانية. 57 ليبات المكرونة جمع مؤنث الأولى. 58 ليباتي جمع مذكر الثانية. 9 الباتي عارفينه طبعا. 59 جيم بوكو الأخيرة. أحب كثيرا الحلويات، ما ينفعش أقول بوكو دو، ما ينفعش بوكو دو ليه؟ ومع فعل الميول ناخد بوكو بس. 60
جو فودغي انا اريد نقط صودا. الصودا اكيد عايز صودا يعني ميه غازيه، عايز منها ايه؟ لتر ميه غازيه. وبعد كده دي الايميلات المتوقعه والموضوعات الخاصين بالوحده الثانيه. نروح لاسئله الوحده الثالثه ونروح للمواقف. الموقف الاول، تدعو صاحبك لزياره الريف، هتقول له ايه؟ تعال زور قريتي الياسين. اثنين، تدعو صاحبك لزيارة الريف، هو اكسبت، قابلة، قابلة للأولى، فكرة حلوة. ثلاثة، بتشرح ليه انت بتكره الريف، اكيد الاولى الحشرات في كل مكان. اربعة، بتتكلم عن مهاراتك الموسيقية. الاخيرة، بعزف على الكمان. خمسة، بتعرف تمارس الفروسية، هتقول ايه؟ أنا بعرف أكل حصان اللي هي إيه؟ ستة، بتوضح لماذا تذهب للفيني اللي هو حقل الكروم أو العنب، يبقى أكيد عشان تجمع العنب اللي هي بيه. سبعة، مكان حياة الحصان، الحصان بيعيش فين؟ في الإيكوغي الإسطبل. تمانية، مشروعاتك في الويك إند بغوشان القادمة، يبقى عايزين مستقبل. مستقبل تبقى سي، أنا سوف أمارس التزحلق على جليد. تسعة، دورك في تحضير حفلة امبارح. امبارح مش أي مرة على فكرة، ما تقولش استمتعت، فين دورك هنا؟ ولكن دي أنا حضرت الجاتو. بعد كده تسأل صاحبك عن رأيه في الريف، هتقول له إيه؟ كومون تروف لو فيلاج، كيف تجد القرية؟ بتوضح مسكن الأرنب، هتقول إيه؟ مسكن الأرنب، الأرنب بيعيش فين؟ إيه؟ طبعا نيش ده، لا ده نيش ده البيت اللي بيعيش في الايه؟ الكلاب. الكوريدا الاسطر، كلابير ده بتاع الايه؟ بتاع الارانب، كلابيه. تمام. 12، اسم صغير البقره، فاش. صغير البقره طبعا فو اللي هو العيل الصغير. تمام. بعد كده 13، بتوضح النشاط اللي انت بتمارسه في المزرعه. في المزرعة، المزرعة بنعمل ايه؟ الأخيرة بأكل البقر. اللي بعد كده بتوضح أنثى الحصان، لوجيمون. بعد كده أنت متعود على أفوار لابيتيت دو، يعني معتاد على، متعود على إنك تروح المزرعة. هتقول إيه بقى لما تكون متعود؟ هتقول جو في على فيرم كل يوم، انا بروح المزرعه كل يوم. 16، انت بتسال صاحبك عن انثى ذكر البط، يبقى كان البطه. 17، انت بتحب الرياضات المائيه، مائيه يعني نوتيك او اكواتيك، احفظ الاثنين، نوتيك اكواتيك، اللي دي معناهم مائيه. يبقى اكيد هتقول ايه؟ اكيد هتقول ناجي، انا بعرف اعوم. 18، ماذا يوجد في البستان؟ ماذا يوجد في البستان؟ البستان دي البستان بتاع الخضار بقى، يبقى لجيم. 19، تتكلم عن المهام المنزليه المفضله، بتعرف تطبخ اللي هي بي. 20، بتعرف ترسم الطبيعه، هتقول ايه؟ بحب الرسم، بعشق الرسم. تمام. 21، تسأل صاحبك عن أجزاء، ركز، أجزاء الريف. أجزاء الريف يعني الريف مكون من ايه مثلا؟ هو هيقول ايه بقى؟ هيبقى فيه حقول ومراعي اللي هي سي. 22، لا نيش، قلنا نيش اللي هو مسكن الكلاب الأولى. 1، جيمو، الكلمة الوحيدة اللي آخرها مو مؤنثة، ست اللي هي أنثى الحصان. طيب 2، بغبي، بغبي يعني النعمة، تبقى ست التالتة. 3، أنيمال، مذكر دون متحرك. 4، إيطابل مؤنث، يبقى ست التالتة. 5، فيرم مؤنث، الله. 6، بوم فاكونس، جمال مؤنث. 7، العنب، حقل العنب مؤنث.
8 الجبل مؤنث، 9 جوي مع المعازف كارد الدوهات، الثالثة مع المعازف الدوهات بس الجيتار مؤنث وما يتأثرش بالنفي الأخيرة، 11 يشك جوي تاخد الأهات، وشطرنج جامع تبقى الأولى، 12 أصحابي عاقل والفعل موجود ومهم تبقى لغي الأخيرة، 13 أصحابي جايين من القاهرة نتمنى من ضمن الأفعال يبقى ناخد لور برضو، 14 في عايز الدولات ودي مؤنسة يبقى الدولار، 15 مونتي أشرفال، 16 فو عايزة فو يدي يدي وعايزين مصدر تبقى التانية، 17 باسيون مؤنث ما عندناش مؤنث الا كلمة ما، 18 علي وانا يعني نحن، 19 لكنا يعني هما يبقى كده في كيس يونيتي، 20 كي تساوي ال الثانية، 21 ما فاني يعني ال يبقى الأخيرة، 22 عايزين مصدر مع نو عايزين نو، نو مصدر تبقى الثالثة، 23 بروشان مستقبل يبقى الأولى سوف والمصدر، 24 دوما يعني غدا برضو عايزين مستقبل العيلة مفرد يبقى الأولى، 25 امبارح ماضي ومنى مؤنث في تبعية عشان دفع لأتر، 26 دنيير يعني ماضي مع هم وهم جمع مذكر يبقى الأخيرة، 27 المساعد الأدوار مفيش تبعية، 28 جانيه مش في القصة كسبوا الماتش تبقى الأخيرة ياخد أفوار، 29 تولي موند تساوي إيل وفعل يشارك، ركز معايا بارتيسيبي يشارك مش دون عملية ولا في القصة يبقى بارتيسيبي الأخيرة، 30 الماضي نحن نظمنا ينظم مش في القصة يبقى ناخد أفوار الأولى، 31 هنا بقى دي معناها ينزه ولا يتنزه، هنا احنا لسه 31 اول امبارح ماضي النهار في النادي يبقى نقضي ناخد افوار اقصي قضى النهار في النادي، هنا بقول ايه معناها يتنزه مع الكلب، يتنزه يبقى زود امرين على طول تبقى الاخيره، اما دي ينزه الكلب ناخد افوار الثانيه، 34 منى مؤنث مساعد اثر يبقى في تبعيه وزياده تبقى الثانيه، 35 هنا معناها يمر يبقى ناخد اثر الثانيه، 36 اللاعبين يعني هم صون مساعد اثر يبقى عايزين تبعيه تبقى اكيد الاخيره فيها اس بس يبقى الاخيره، 37 الماضي وفعل فعل مش في القصه يبقى الاخيره، 38 أنكور نفيها بلي بس لازم أترجم، أما زلت أذهب البحر لم أعد أذهب البحر، توجور نفيها جامي لا أذهب أبدا للبحر، كان نفيها جامي لا أذهب أبدا، كي نفيها بخسون لا أذهب مع أحد، كاس نفيها غيان لا أفعل شيئا، عايز شاي لا اريد، ركز معايا بقى هنا نطلع كده فوق ونركز في الجمله دي، اوعى ترجم دوب معنى مني دي بتاعت اسباب هنشيلها اللي فيها نفي يبقى لازم حاجه من ثلاثه، يا دي يا دي يا دي ما ينفعش لا اريد شخصا شاي، يا دي يا دي لو انت ترجمت دوب معنى من غلط هتاخد دي وتبقى غلط، الدوب بتاعت النفي ملهاش معنى يبقى دي لا اريد شاي، عايز شاي مش عايز شاي، عايز شاي مش عايز شاي يبقى الأولى، أما اللي تحتيها لا أريد شيئاً. لا أريد شيئاً. أوعى تقول لا أريد بس، مش حاجة اسمها لا أريد، أنا لا أريد. ما تقولش مثلاً بالعطف أنا مش عايز، مش عارف أنا أسوي كده. هتقول لا أريد شيئاً. هنا أنا جعان. لم آكل جيني ريامارجي ما كلتش حاجة. تمام؟ كينا فيها بيرسون على طول.
سويفونا فيها جامي، لا اذهب ابدا للمتحف. شوف انا بترجم عشان اتاكد ان كلامي صح. اكتيفيتي جمع مؤنث الثالثه، بارتي جمع مؤنث الثالثه، بليزير مفرد مذكر الاخيره. باغسيكي يبقى لازم نختار بوركوا، لماذا؟ بور يبقى بوركوا، لماذا؟ بدون تفكير. سي بعدنا لبوتاجي، سي كوا؟ سي كوا يعني البستان بيكون ايه؟ سي لو شيفال موط، سي لو شيفال دو بيير، يبقى في سي لو شيفال دو كي. خلي بالك معايا الجمله دي كويس. سي لو شيفال دو كي يعني انه الحصان ده بتاع مين؟ دوكي. هتقول ايه الفرق بين دوكي واكي؟ هشرحهم في فيديو قصير، هعمل شويه فيديوهات قصيره كده هشرح فيها بعض الملاحظات اللي لازم تسمعوها كلها ان شاء الله. 55 شيل النخل هتروح المزرعه، بروح دايما، يبقى المعنى استقام تبقى سي. وكده الوحده الثالثه تمام، تذاكر برضو الميلات والموضوعات المهمه بتاعتها. وبعد كده نروح للوحده الاخيره. المواقف. واحد، مواصفات الطيارة، الطيارة سيرفول دانلير، تسير في الهواء. اثنين، المترو بيكون ايه؟ وسيلة مواصلات أكيد. ثلاثة، مش بتشوف كويس، ليه؟ أو إيه المشكلة؟ عندي ألم في العيون. أربعة، ألم في الأذن، ألم في الأذن يبقى مش بتسمع كويس. الأخيرة، خمسة، أمبول بتبحث عن حقنة يبقى تروح الصيدلية الأولى. ستة، لماذا تذهب لمحل البقالة؟ عشان اشتري مكرونة. سبعة، وسيلة مواصلات مفضلة، مترو. ثمانية، صاحبك سألك أين نشتري الجمبري؟ الجمبري يشتري منين؟ شوف بتاع السمك فين؟ يبقى الأولى بواسونيغي. تسعة، لماذا نكره القائرة؟ ليه بتكره الطائرة؟ بخاف من الطيارة. تمام. 10، بيتسأل مكان الألم، هو هيرد يقول أنا عندي ألم ودو في الظهر. 11، ساعة رحيل القطار، ساعة رحيل يبقى هو هيرحل الساعة 3:30. 12، عايز تسافر للخارج، أن أوتخي دولة أخرى، دولة أخرى يبقى أيروباخت المطار. 13، مركب رحلة بحرية، رحلة بحرية يبقى بورت الميناء. 14، ليه بتروح مكتبة البيع؟ البيع ليبراري، مكتبة البيع تشتري رواية. 15، بتشرح ليه بتروح عند الجزار؟ ليه؟ عشان انت تشتري لحمة. بس ده كان زمان بقى، ايام ما كانت اللحمة خلصت. 16، الطبيب بيسألك عن مكان الألم، هيقول ايه؟ مكان الألم. او اتي مال، أين تشعر بالألم؟ 17، فوترا مين في دومان لو دو سي كوا، الظهر بيكون ايه؟ الظهر بيكون بارتي دو كور، جزء من الجسم. 18، تستعلم، خلي بالك الدين فو تستعلم. تستعلم عن المادة الخام بتاعت الاكسسوار، هتقول ايه؟ سيترون كوا لا رودا البستان، كيلا ماتير بيقول ايه؟ ايه المادة الخام بتاعت الحلق؟ 19، ساعة حصة الفيزياء، ساعة حصة الفيزياء، عندك فيزياء الساعة كام؟ الأخيرة. 20، بتوصف محل السكن بتاعك، المنزل أو الإقامة، هتقول إيه؟ مونا بارتي مو إيرانجي، الشقة بتاعتي مترتبة. 21، النقشة، متفي عن النقشة، النقوش بتاعت القميص، إيه أكره كاروهات. 22، تستعلم عن الطقس في المدينة، الطقس في المدينة، كيل تون في تيرون فيل، ما حالة الطقس في المدينة. نروح للقواعد. قلنا لما جينا المكان ناخد الأهات، لا موجودة يبقى لا. 2، ده العاقل، ناخد شيء. 3، سكيت بار مذكر اللي هي ساحة التزحلق، يبقى او الأولى. 4، أومبيس وسيلة مواصلات مغطاة. 5، أون أفيون للطائرة. 6،
فيرو مكشوفه. سبعه بيي على الاقدام. ثمانيه مونت تاخد دان. تمام. تسعه الحصان ارسون. عشره على البيغي مكتبه البيع. 11 عاقل ناخد شيء. 12 ألم في الأسنان روح اذهب فا الأخيرة. 13 لو أنت بردان البس الأخيرة حرف الأو. 14 مع فو زو دمرين مسبب بعد ومع فو يبقى التالتة. 15 أمر مع أنت الأخيرة إس. 16 البطن مذكر أو. اليد مؤنث ألا. الرأس مؤنث ألا. العيون جمع الأخيرة. الساق مؤنث الثانية. الظهر مذكر الأولى. يو العيون جمع مذكر الأخيرة. شيفو جمع مذكر الثانية. تعبيرات الشعور تاخد أفوار ليه معناها خائف. خايف من الطيارة أفوار بير من اللي بياخد الدهات أهو دهات أهو دو يبقى دي حاجة تاخد دلوقتي يبقى أون. 26 26 جملة حلوة جدا ركز معايا فيها عشان فيها خدعة. هنا ما قالش أفوار بير دو ده هنا جاب مكان بتخاف أون أفيون في الطائرة يعني داخل الطائرة داخل الطائرة مكان يبقى هنا لما نقول بخاف يبقى انا بخاف داخل الطائره مكان يبقى ناخد جريد ركز فيه كويس ناخد جريد هتقول لي ماما جاي زي الجمله دي بالظبط على فكره لو جت لوحديها الجمله دي مفيش مشكله لو جت لي الطائره لوحديها يبقى انا خايف منها عادي انما هنا بيحددني بيقول لي انت خايف جوه الطائره يعني بيحددها كمكان ما دام حددها كمكان يبقى ناخد جريد انما لو قالت الطائره لوحدها ناخد اون عادي جدا. 27 اجريج على طول ما دام بعد نقط فعل قال لي يبقى اجريج. الريف مكانه نعيش فيها يبقى اجريج. مكان. البحر نقضي الاجازه في البحر يبقى اجريج. الغابه ايوه مكان. ونتنزه في الغابه يبقى اجريج، كل ده اجريج. بعد شيء ضمير تاكيدي راجع على مين؟ على علي. علي يعني لوي. يعني ايه؟ لوي. تمام. 32 سيما بسكليت دي البسكليته بتاعتي يبقى ودي كوما لو قلنا بدل الكوما يبقى الجمله الثانيه زي الاولى تاكيد ليها بتاعتي يبقى موا. منى فاضله انا يعني اتسوق معاها اوبجكت حرف ضارب عليها ضمير تاكيد راجع على منى يبقى ال. منى انت هتقضي هتمر بقى هتعدي عليا ولا على مين؟ عليا عشان نحتفل بناجيها يبقى شيء موا. تمام. 35 منى وندى في باريس. منى وندى جمع المؤنث حرف الجر عايزين ضمير تاكيدي جمع المؤنث يبقى الاولى. رجع على منى وندى. 36 الم في الاسنان ده مكان يبقى اين. 37 جمع المؤنث الاخيره. 38 ترانسبورت نجد كثيرا من وسائل المواصلات. 39 الحكم ده عاقل يبقى سكي من يكون الحكم. 40 نو وده فعل زون مرين يبقى نو نو. 41 لوز جمع مؤنث ما هو اصلا جوكر. 42 النهارده الفي الجو يكون جلاسيو بتلج. 43 لو تون تاخد بعديها ايه ما دام الجمله في المضارع. 34 فلور شكل خارجي اكسون. 45 دي 44 فاتت دي. 45 الصوف ماده خام والمواد الخام تاخد اون. 46 هذا الملبس اونكوا عشان دي ماده خام نسال عن ماده خام بكلمه اونكوا من اي شيء. اكسسوار مذكر مبدوء ومتحرك. الربيع ياخد او. اوريجين جمع مؤنث مفرد مؤنث الثانيه. ديكوراسيون جمع مؤنث الاولى. مبل جمع مذكر الثانية. 52 سارة هنا في الياء ماضي يبقى ناخد ماضي حديث فيان دو فير. وكده يا جماعة يبقى خلصت ولا في أسئلة تاني؟
ده كده تمام. نموذج امتحان هسيبك تحل النموذج ده وهبعته لك بي دي اف لو انت محتاجه ان شاء الله. ربنا يوفقكم، انتظروا ان شاء الله ليله امتحان كتاب برافو وكتاب جينيال. السلام عليكم.